طب انا هستغلك النهارده عشان اخليك ترسمي وانا يا قاعده معاك، يلا بينا. وحاسه ان هو هيبقى شويه صعب علشان انا يعني هسألك وانت بترسم، فمش عارفه هتبقى عارف تركز ولا لا. مش عارف برضو. هنجرب مع بعض. يلا نجرب. يلا نجرب. طيب كمل نعمل انت. كده دلوقتي؟ افتح اشتغل زي ما هنعمل انت فعلا عايز. كده؟ يلا. متأكدة؟ بجد ربنا يستر. ربنا يستر، انا خايفه على نفسي. طيب قولي، دخلت قبل كده محمد معارض دوليه؟ شاركت. انا في الاول كنت برسم، هو الكاريكاتير الصحفي، يعني انا بدايتي كانت جامعه مصريه للكاريكاتير، وكانت الجمعيه دايما بتوفر، يعني دايما بتنظم معارض دوليه قبل المحليه، فدايما كنت بشارك في معظم تقريبا المعارض اللي موجوده في مصر وبره مصر، يعني بتعبر بقى عن مشاكلنا، وبتعبر عن ترندات، بتعبر عن حاجة حصلت، مشكلة عامة أو وثقافتنا. يعني أنا بحس إن الثقافة مش الكاريكاتير دايما برضو مشكلة، مش يبين لازم تبقى كمان مشكلة. طريقة تهريجنا إحنا كمصريين، بنتريق إزاي على الحاجة، بنهزر إزاي على بالظبط حاجة مزعلانة. يعني ما أعتقدش إن في حد بيبقى زعلان وبيقعد يهزر قدنا. يعني بالظبط. وعايز أقول برضو إن الكاريكاتير كقيمة، يعني هو موضوع برضو مش سخرية فقط. احنا معظم المعارض اللي كنا بنشارك فيها كانت بتبقى مؤثرة، بتعبر عن حدث ما مثلا زي الإرهاب مثلا أو حاجة، والإرهاب العالمي عموما، فكنا بنشارك برسوماتنا كحد مصري، حد ممكن يكون من كل دول العالم، كل واحد كان بيعبر عن الحدث بوجهة نظره من غير كلام. كل كاريكاتير كان بيأثر على المجتمع بشكل يعني سريع جدا وشكل مؤثر جدا. فأنا بشوف دايما، عشان في برضو أنا كنت عايز أقول إن في ناس مفهوم عن الكاريكاتير هو حالة من السخرية، يعني دايما إحنا بنقعد بنتريق عن حد أو عن مشكلة أو حاجة أو عن مكان. لا خالص، في كاريكاتير أنا ممكن أشوفه يعني أدمع من التأثر أو حاجة، يعني في كاريكاتيرات فعلا بتبقى هو الناس كتير قوي مرتبط بيهم ان هو حاجه دمها خفيف. انا واحده من الناس دي، كنت فاكره كده النهارده. يعني ادينا اتعلمنا حاجه معاك. يعني ده شرف لي. طب قول لي يا محمد، احنا قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا، تمام، جمانه زميلتي هنا انت رسمتها، بس وانت بترسمها انا لقيتك بتسالها اسئله كتيره جدا ليها علاقه ما انت بشخصيتها بصراحه اكتر. مش مديني فرصه بقى اللي انا انا مش هخليك لان احنا دلوقتي في الحلقه، مش هقدر ادي لك تفاصيل. تمام. بس بيفرق في ايه؟ يعني انت سالتها عن مثلا بتحب ايه في حياتها، ما بتحبش ايه في حياتها، بتحب الوان ايه، ما بتحبش الوان ايه، بيفرق تمام. في ايه في الكاريكاتير؟ لان طبعا كمان خلينا نوضح للناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان الكاريكاتير انت مش بتطلع صورتك وشكلك الحقيقي بالظبط 100%. بالظبط. لا هو ده المفروض ممكن ان هو ميكس بتوين شكلك وشخصيتك، ده حقيقي صح؟ فعلا، لان هو فانت هتعمل ايه الكاريكاتير دلوقتي؟ ربنا يستر. انا مش عارف انا هعمل ايه، بس يعني فعلا دي حقيقه. اول حاجه، او خلينا نقول اول حاجه، انا ليه بسال الناس؟ خليني اقول لك ان في ناس دايما بيبقى في اول حاجه بكسر حاجز التوتر اللي بيني وبين اي حد بيترسم، لان طبيعي معظم الناس دايما بتبقى قلقانه هو ايه اللي هيحصل، هو هيقول هما ايه، بيغششوني هو على فكره هيعمل ايه دلوقتي في الاير بجد، بيس. بيحكوا على لي. فكره هو راسم عينك حلوه. طب دي حاجه انا كويسه. خايفه، انا خايفه. ما هو انا بقى اللي جاي ده هيخوف اللي انا هعمله حاليا لا لا، ما دلوقتي. تعملش كده، ما تعملش كده. حاجة تانية غير أنا بكسر حاجز التوتر أو حاجز الخوف اللي بيني وبين أي حد بترسم، إن في ناس بتبقى ملامحها بتبقى قريبة جدا من بعض، أو خليني أقول على رأي يعني أستاذ أحمد عبد النعيم، أحادية التعبير. أحادية التعبير يعني ناس شبه بعض، مفيش علامة مميزة. خليني أقول برضو إن أنا بعمل إيه، أنا برسم، بحاول إن أنا ببص على أنا إيه الفرق ما بين الكاريكاتير ما بين أي بورتري أو أي رسم عادي، ان انا هو في نسبه كبيره من البورتريه، ولازم اكون دارس تشريح كويس جدا، ولازم اكون دارس كل قواعد الرسم واساسياتها الصح، عشان اقدر ابالغ في ايه، اشوف في العلامات المميزه في كل كاركتر او في كل وش بيترسم، واقدر ان انا الحاجه الصغيره مثلا اكبرها، الحاجه الكبيره اصغرها، اعمل سبوت على ده. دي حاجه.
الحاجه الثانيه يعني انت مثلا لو حد مثلا عينه ضيقه بتوسعها، ولو حد عينه واسعه تضيقها. بالظبط. طب ليه بتعمل كده؟ ودي مش قاعده برضو، خليني اقول دي مش قاعده. يعني انا خليني اقول لك ان لكل برضو رسام كاريكاتير ليه ستايله وليه قواعده في الرسم اللي جايه من القواعد الاساسيه ومن الريفرنس ومن هو شايف قد ايه من الكاريكاتير في العالم كله مش في مكان معين يعني. ف برضو بيبقى فيه نسبه من غير انا بحط شويه شبه وبحط شويه من شبه او من روح الكاركتر. طبعا هسيبك تسالني يا محمد سؤالين عشان ما اعذبكش. سؤالين سهلين. اكتر حاجه بتحب تعمليها؟ اقعد مع ابني. حلو جدا، ربنا يخليه لك. طيب حاجه تاني بقى بتحب تعمليها غير ده؟ هوايه من هواياتك المفضله مثلا؟ كتير. عندي هوايات كتيره جدا. قولي لنا حاجه او حاجتين. طبعا شغلي هو هوايتي وشغلي. حلو. وتاني حاجه انت قلت حاجتين؟ يس. كتير قوي. طب حاجه واحده. طب نص حاجه. واحب اتفرج على حاجات حقيقيه، يعني قصص حقيقيه مثلا اتفرج عليها في التلفزيون. اها. ادي حاجتين اهو. السؤال الاخير. طيب ايه اكتر حاجه حابه ان انت تحققيها؟ اكيد 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 ان انا اكبر في شغلي اكتر واكتر واكتر. يا رب باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. عادي مش لازم بقى. انا اول مره حد يسالني اساسا، على طول انا اللي بسال، انا مش متعوده حد يسال. هو ده بقى الحلو.